بصحفة يعني بإناء. نعم. فلما وضع بكى عبد الرحمن فقلت له يا أبا محمد ما يبكيك؟ فقال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لأنهم يذكرون تلك الأيام الجميلة التي كانوا فيها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه جواز أن يقال على المتوفى هالك. قال الله عز وجل في سورة غافر في كلامه عن يوسف عليه السلام: حتى إذا هلك قلتم ليبعث الله من بعده رسولا. فيجوز حتى على الأنبياء أن تكون أن تقول هذه اللفظة وليس فيها من التنقيص كما يظن بعض الناس. وهنا قالها عبد الرحمن بن عوف في ذات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهنا مقصود بهلك يعني مات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وفي علم الفرائض يقولون هلك هالك عن كذا، يعني مات ميت عن كذا. والصواب أن نقول المتوفى وليس المتوفي، المتوفى بالياء المقصورة وليست الياء المنقوصة، لأن المتوفي هو الله إخبارا، الله يتوفى الأنفس حين موتها، وليس المتوفي من أسماء الله الحسنى. نعم.